لا تقاس الدول باتساع مساحاتها أو بعدد سكانها أو بدخلها القومي أو بما وصلت إليه من تقدم وتطور، بل تقاس بعلاقاتها مع الدول الأخرى وبمواقفها المصيرية وعمق انتمائها ومرونة سياساتها الداخلية والخارجية وتعاملها مع مستجدات الأحداث وقدرتها التأثيرية في حلحلة الأزمات، وبما يجعلها مركزاً دبلوماسياً ناجحاً. هذا ما تجسد في دولة عربية صغيرة في المساحة، كبيرة في التفكير والتدبير لدرء كل ما من شأنه زعزعة الأمن الإقليمي والدولي. والحديث عن دولة قطر، الدولة التي آلت على نفسها إلا أن تكون حاضرة دائماً بصورة حكم يفصل بين المتخاصمين أينما وجدوا، وبخاصة بين دول المنطقة وجوارها في آسيا وأفريقيا. وهذا ما تجسد جلياً في المساعي الحثيثة والمواقف الجدية لنائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حين بات مقتنعاً بأن الأزمة الحالية المشتعلة بين واشنطن وطهران ستلتهم الأخضر واليابس، ولن يسلم من نارها أحد، ولن يكون أحداً بمنأى عن تداعياتها. الأزمة التي لا تمثل خطراً محدقاً على الدولتين المتصارعتين وحدهما وحسب، ولن تأتي نيرانها على العراق وحده، بل ستلتهم المنطقة برمتها. هنا جاء التحرك القطري بتوقيت مثالي وبأسلوب مدروس ومحسوب. فالزيارة المفاجئة التي قام بها آل ثاني إلى طهران بعد يوم واحد من مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، وصفها مراقبون بأنها زيارة تحمل في طياتها ملفاً رئيسياً واحداً يتمثل في كيفية إبعاد المنطقة عن شبح الحرب أو المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران. الأزمة تقريباً صار لنا الحين. وجاءت الوساطة القطرية الجديدة بعدما كشف آل ثاني أن قطر تعمل على ردم الهوة بين طهران وواشنطن وتجاوز الخلافات بينهما من خلال محاولتها عقد لقاء مباشر بين البلدين لإنهاء التصعيد. ليس هذا وحسب، فواشنطن وطهران تريان أن الوسيط المناسب بينهما والمقبول من كلتيهما بل والموثوق فيه منهما هو قطر. وتمكنت قطر في أوقات سابقة من جمع أطراف متناقضة حول طاولة مفاوضات واحدة، مثل ما حدث مع الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، واتفاقية سلام دارفور التي أرست دعائم الأمن والاستقرار في السودان، وأسفرت جهود الوساطة القطرية عن الإفراج عن الراهبات المحتجزات في شمال سوريا. وفي لبنان كانت الدوحة حاضرة في أكثر من أزمة، وفي صحراء ليبيا تمكنت قطر من أداء دور وساطة ناجحة بين قبائل التبو والطوارق وإنهاء أزمة الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغاريات في ليبيا. كذلك استضافت قطر جولات للوساطة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في أزمات عدة. وفي الشأن الفلسطيني لم يغب الدور القطري لحظة واحدة عن الوساطة لإنهاء الانقسام السياسي الداخلي بين حركتي فتح وحماس، فضلاً عن الدور البارز لقطر في التوصل إلى التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل خلال الحروب بينهما. كل هذه المواقف الدولية في لم الفرقاء وغيرها المسجلة في رصيد قطر، والتي لاقت إشادات عالمية واحترام من قبل الجميع،
جعلت من قطر مركزاً دبلوماسياً إقليمياً ودولياً، ومن نائب رئيس وزرائها وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مبعوثاً للسلام في المنطقة والعالم.